الأزمة السورية تراوح مكانها في دوامة دموية بدأت تتمدد إلى دول الجوار في وقت يعجز المجتمع الدولي المنغمس في الملف السوري عن إيجاد طريق لتنفيذ وعوده بإرغام الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي. الرئيس السوري في هذه الأثناء يتابع نشاطه ومشاريعه الإصلاحية، وهو أصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب. وزير الخارجية وليد المعلم ووزير الدفاع العماد داود راشحة المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار احتفظوا بمناصبهم في الحكومة التي تضم شخصيتين من معارضة الداخل، فيما اعتبر المجلس الوطني تشكيل الحكومة تضليلاً. ميدانيا مزيد من القتلى في أعمال العنف والاشتباكات العنيفة وقصف على دير الزور وريف دمشق ودرعا في وقت يتواصل دك أحياء حمص بالقذائف والصواريخ ما يسبب احتراق المنازل وتدميرها بحسب ناشطين. في حلب قصف عنيف بالطائرات يطول منطقة الباب على وقع تواصل الاشتباكات في مناطق تشكل معاقل للمعارضين المسلحين. الجيش النظامي انتشر على طريق حما حلب بعد قصفها للتضييق على الناشطين المسلحين. 23/6 حما حي طريق حلب. ومن حي المزة في دمشق بث الناشطون فيلما يظهر شبيحة النظام، بعضهم بلباس مدني وهم يقومون بركل المصلين بعد خروجهم من جامع وضربهم في الشارع بالعصي والأيدي واعتقالهم. وأفاد المرصد السوري عن مقتل 10 من القوات النظامية قادوا أثناء محاولتهم لانشقاق في ريف دمشق. في هذا الإطار ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن السعودية مستعدة لدفع رواتب الجيش السوري الحر لتشجيع الانشقاقات وزيادة الضغوط على نظام دمشق. مسألة انشقاق التيار السوري وهروبه بطائرته إلى الأردن لا تزال تتفاعل، وأكد مصدر حكومي أردني أن عائلة الطيار سبقته بدخول أراضي المملكة قبل أيام ضمن آلاف السوريين الذين يلجؤون إلى الأردن هربا من الأوضاع الأمنية هناك. إقليميا حذر وزير الخارجية العراقي هشيار زباري من أن الدول المجاورة لسوريا ليست محصنة ضد الأزمة فيها، خصوصا بسبب تركيبة المجتمعات والأبعاد الإثنية والمذهبية.